طبعا اليوم جئنا لمركز مكتب تدريب وتطوير التعليم صراتة لمشاركة في حوارية، وهي تعالج تدني المستوى التحصيلي للطلاب المراحل التعليمية بصفة عامة. نحن طبعا ناقشنا الكثير من هذه الإشكاليات التي هي أسباب، ونحاول بإذن الله إيجاد الحلول والمقترحات والتوصيات التي سوف نحولها لجهات اختصاص الوزارة، وزارة التربية والتعليم تبناها وتعرضها في شكل ورش عمل للبلديات الأخرى. الكثير من هذه الأسباب هي تطرقنا لها، هي البيئة التعليمية، أيضا الكثير من الأمور الأخرى يعني تسبب لنا ربكة في نظامنا التعليمي. ونعلم جيدا أن السبب الرئيس والذي سبب ربكة في نظامنا هو الأزمات الكثيرة. كانت هناك العديد من الأزمات في خلال السنوات الماضية، حروب والعوز الاحتياج للناس، أيضا جائحة كورونا التي ضربت النظام التعليمي في ليبيا في مقتل. وعندما نقيسها بنسبة تعلم نجد أن لم يتحقق أكثر من 50% من نسبة التعلم في هذه السنوات، سنة 2019 و2020. ونعلم جيدا أن جائحة كورونا هي كانت سبب رئيس في هذه السنتين، يعني عندما قسناها بمعادلة نقيس نسبة التعلم بالزمن الفعلي على اللازم بعد الأيام الدراسية، وجدنا أن حقق منها 50% فقط، وأصبح هناك فاقد تعليمي. حاولنا خلال السنوات التي تلي جائحة كورونا أن نعالجها بالتعليم الاستدراكي أو التعلم الاستدراكي من خلال برنامج قامت به الوزارة وتبنيناها. طبعا احنا فرع مصلحة التفتيش التربوي مصراتة مراقبة التعليم مصراتة كأول خطوة، أول تجربة كانت من فرع المصلحة مصراتة. حاولنا نجرب 10 مدارس، ثم تبنتها وزارة التعليم، هذه للأمانة تبنتها وزارة التعليم، وأصبحت كخطة ومبادرة من أجل تحسين مستوى الطلاب في هذه المؤسسات وفي كثير من البلديات. طبعا من خلال تجربنا كانت هناك بصراحة يعني تحسن كبير في عدد الطلاب من ناحية الأداء، وكان هناك فاقد فعلا سبب ربكة في نظامنا التعليمي، وحاولنا نعالجه ولو معالجتها يعني كانت يعني بمرحلة بخطوات ليس سريعة، لكن بقدر الإمكان نحاول بقدر الإمكان أن نعالج ما هو أو نصلح ما أفسد بقدر هذه التحديات التي نقوم من خلال تحليلنا له. شكري وتقديري أيضا لهذا المنبر الإعلام الحر، بارك الله فيكم، دائما أنتم مواكبين للعملية التربوية التعليمية داخل بلدية مصراتة ودولة ليبيا بصفة عامة.